عايزين برضو نعرف حضراتكم ان احرز البطل الاولمبي العالمي سيف عيسى الميداليه الفضيه في بطوله افريقيا للكبار بابيجان، وتاهل بالتصنيف الاولمبي لدوره الالعاب الاولمبيه باريس 2024 كاول لاعب في تاريخ التايكوندو المصري يتاهل مرتين متتاليتين لدوره الالعاب الاولمبيه بعد طبعا المشاركه في دوره الالعاب الاولمبيه طوكيو 2020، وبالمناسبه دي اللي حقق فيها الميداليه البرونزيه. المهم ان التصعيد ده او التاهل ده حصل دون الانتظار للتصفيات الافريقيه المؤهله للاولمبياد. فاز سيف عيسى لاعب منتخب مصر للتايكوندو بالميداليه الفضيه لبطوله افريقيا في منافسات وزن تحت 80 كيلو. والحقيقه سيف بيكمل انجازات التايكوندو المصري، يعني هديه ملاك برضو كانت اول لاعبه في تاريخ مصر تتاهل لدوره الالعاب الاولمبيه في التايكوندو مرتين متتاليتين، ونجحت في تحقيق الميداليه البرونزيه في ريو دي جانيرو 2016 وكمان في طوكيو 2020. وباذن الله باذن الله سيف يعني حقق ميداليه في باريس عشان يفرحنا كلنا. تعالوا نعرف برضو اكتر عن استعداداته لهذه للمحفل العالمي الكبير ده، ونتكلم مع ام البطل شخصيا دكتوره شيرين والده سيف عيسى اللي معانا على التليفون. وبدايه بنهني حضرتك ونبارك لك يا فندم، مليون مبروك. شكرا لحضرتك، الف شكر، الله يبارك في حضراتكم جميعا. دكتور شيرين منورانا طبعا ومشرفانا، ولما بنقول هنا مشرفانا فحضرتك طبعا اكيد مشرفانا، لان يعني احنا عايزين نقول لك ان اكيد انت بتبذلي جهد كبير جدا مع سيف علشان يوصل للمكان اللي هو فيها دي. دايما بيبقى ورا اي بطل هو دعم العائله رقم واحد ودعم الام تحديدا، فعايزه اعرف منك يعني الاستعدادات لسيف كانت عامله ازاي، واكيد اي فتره بيكون هو فيها مضغوط وعايز يتاهل وعايز يروح بطوله كبيره ويتاهل لاولمبياد زي اولمبياد باريس 2024 اكيد بتبقى فتره صعبه ومليانه ضغوطات ومليانه قلق، واكيد القلق الخاص بسيف بينتقل لحضرتك يا دكتور، فعايزه اعرف ازاي كانت الفتره دي وازاي بتوفري له الدعم يعني او دعم الاسره كامله سواء من حضرتك او بقيه افراد العائله في هذه الفترات اللي خلينا نقول عليها عصيبه. بص، يمكن في الاول في بدايات سيف يمكن ممكن اقول لك انا الداعم الوحيد او الداعم الاول لسيف، لكن بعد ما سيف ابتدى يتحقق انجازات بقت الاسره كلها ورا سيف، يعني والده واخوه وزوجته كلنا دلوقتي ورا سيف، فهو عنده اكثر من شخص بيدعمه، ده غير الاتحاد، ده غير زملائه، في ناس كتيره، غير معالي الوزير نفسه، يعني اقدر اقول لك انه داعم شخصي لسيف يعني. فالنهارده سيف عنده ناس كتير بيدعمه. الحقيقه الظروف كانت صعبه قوي، يمكن ظروف البلد في الوضع الحالي، يمكن يعني حتى انا يوميها بالليل وانا بحاول ادعي له، يمكن يعني اخجل اقول يا رب ارزقه بالذهب، في يعني في امهات ثانيه بتدعي ان اولادها تطلع سليمه من تحت الانقاض يعني. فالحقيقه الظروف صعبه، لكن احساسنا ان في ابطال في مصر وانه صنع في مصر ده حتى في الكوادر البشريه اللي عندنا، يعني دي حاجه بنفتخر بيها. مظبوط. طيب أول يعني مكالمة تليفون دارت بين حضرتك وبينه بعد ما فاز بفضية أفريقيا وتأهل بالتالي لأولمبياد باريس 2024، قلتوا لبعض فيها إيه؟ لا الحقيقة هو لمني، قال لي ما تبكيليش يا ماما. الحقيقة المشاعر زمان كنت يعني أول حاجة ببارك له ببقى فرحانة، دلوقتي المشاعر أنت مصاب ولا لأ؟ أنت تأهلت ولا لأ؟ يعني يمكن ها اللي جاي ايه؟ ابتدينا نشيل مسؤوليه احراز الميداليات، ابتدينا نشيل مسؤوليه مصر، فبقى يعني ها اللي بعده ايه؟ فاضل لك بطوله ايه؟ بشتغل على اللي جاي اكثر مما بفرح، لان هو حتى بيقول لي انا ووالده كده، انتوا ما بتفرحوش بالنتيجه، انتوا بتبصوا للي بعده. طيب دكتور شيرين، انت قلتي في البدايه حاجه مهمه جدا، قلتي ان انت في الاول خالص او في بدايه سيف كنت حضرتك الداعم الوحيد ليه، وبعد كده لما ابتدى ان هو يحقق نجاحات بقى في داعمين كتير في العيله. دايما احنا بنقابل الصعوبه دي ان فكره اول ما حد يبدا ويكون مركز في رياضه
العائلات عامه او عدد كبير جدا، نسبه كبيره جدا من العائلات، لا ركز في دراستك، انت لازم تطلع دكتور، لازم تطلع مهندس، لازم تحقق حاجه في دراستك، ويمكن بالنسبه لهم الرياضه ما بتبقاش رقم واحد، ما بيبقوش معتمدين ان ابنائهم ممكن يكونوا ابطال في يوم من الايام. عديتي المرحله دي ازاي؟ فكره ان اكيد كان في اعتراضات على سيف ان هو يكمل في الرياضه، او فكره الـ يعني الانعكاسات ما بين الرياضه وما بين دراسته، ما بين ان هو يكمل في الدراسه او يقعد من الرياضه، وفكره ان هو بعد ما بقى بطل انت بتقولي ان الداعمين زادوا، فاكيد كانت فتره صعبه بالنسبه لك ان انت تكوني الوحيده اللي في ظهره في الوقت ده. الحقيقه احنا كمان الاسره بتاعتنا كلها اسره علميه بحثيه، الطبيعي جدا ان الكارير بتاع ولادي يكون كادر جامعه او كادر بحثي، ففكره انه في حد بيلعب رياضه ويمارس الرياضه بشكل احترافي دي كانت فكره يعني مرفوضه تماما من جدوده ومن كل الاسره، وكانوا حاسين ان انا بضيع مستقبل فيه. يعني ده كان في الاول، لازم يركز في دراسته، لازم يطلع مهندس، لازم ياخد دكتوراه، ده كان الفكر. فكوني احنا كنا يعني بنرجع من التمرين ممكن واحده بالليل، الساعه 5 الصبح بنصحى عشان نتمرن قبل المدرسه، فده بالنسبه لهم انت مش مركزه في الدراسه وكده مستقبله هيضيع. يعني ده كان الفكر اللي موجود يعني. لحد ما سيف حقق اول ميداليه ذهب بطوله، فابتدوا بقى يحسوا لا كان عندك حق، ده ممكن يبقى موجود. فابتدى حتى والده لا ده انت شكلك كان معاكي مظبوط. ابتديت لما اجي الجامعه عايزه ادور على جامعه تتناسب مع الرياضه بتاعته، ما ببصش انا عايزه ابني يكون متفوق، متفوق في ايه مش هتفرق معايا، لكن لازم هو يكون شخص مميز او متميز. فكنت بدور على الجامعات اللي تتناسب مع الرياضه بتاعته، والحقيقه يعني الجامعه بتاعته وفرت له كل سبل النجاح وكانت متفهمه جدا لسفرياته. فانا بقول لحضرتك فعليا كل الناس دعموا بعد ما سيف حقق، يعني كل الناس ابتدوا يشوفوا لا ده هو بيحقق، يلا نذلل له العقبه. جميل. يعني هو سيف بشكل عملي يعني اقنع كل المشككين والمتشككين في جدوى استمراره في الرياضه بتحقيقه للبطولات دي كلها. تحياتنا لحضرتك يا فندم، وبنشكرك على وجودك معانا النهارده، وتهانينا لسيف، ولازم تكونوا واثقين ان احنا بدورنا كمان واثقين ان شاء الله ان شاء الله انه هيحقق ميداليه في باريس 2024. بنشكر حضرتك جزيل الشكر. ان شاء الله. مفيش حد بيحقق بطولات بالمستوى ده غير لما فعلا يكونوا الاهل اول ناس واقفين في ظهره وكتفهم في كتفه. شيء مشرف. بس نفسي عارف يا كريم، نفسي نغير الثقافه الخاصه بفكره ركز في دراستك وبلاش رياضه. احنا بقى عندنا مؤخرا ابطال كتير قوي في رياضات مختلفه بيشرفونا في محافل دوليه، ففكره ان العائله لسه بتتكلم عن انه لا بلاش ركز في دراستك والرياضه مش تعمل لك حاجه، اعتقد ان ده بقى فكر قديم ومش المفروض ان هو يستمر. بصي احنا قبل كده هنا في 10 الصبح في الاهلي يمكن عشرات المرات استضفنا ابطال مصريين في رياضات مختلفه، اللي دكتور واللي مهندس، يعني بالزبط. اللي عايز اقوله لك ان كلهم يعني نجاحهم وتفوقهم الرياضي مش بس ما خدش من تفوقهم الاكاديمي او الدراسي، لا ده دعمه كمان اكتر. هي دي حقيقه، ما فيش حد بيبقى ناجح في الرياضه الا ويكون طبعًا ناجح في مجاله، وده صحيح فعلا بنشوفه كتير. صحيح. فنرجو ان الثقافه دي تتغير زي ما كنا سامعين دكتور شيرين دلوقتي بتتكلم انه هي كانت الداعم الوحيد ليه في البدايه، ولكن بعد كده لما نجح بقى في داعمين كتير قوي. فالحقيقه احنا محتاجين ان الفكر ده يتغير من العائلات خلال الفتره المقبله.